أهلا وسهلا متابعي ومتابعات رواق، المنصة العربية للتعليم المفتوح. اليوم هو 13 فبراير، يوافق اليوم العالمي للإذاعة. وكما عودتكم رواق، في كل مناسبة وفي كل يوم عالمي لها مشاركة. اليوم نستضيف مدير عام إذاعة الرياض الأستاذ يحيى الصلهبي. أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى، وتشرفنا بك ورواق. حياك الله، أهلا وسهلا، ونحن لنا الشرف الحقيقة في هذه المناسبة، وسعيد جدا بتواجدكم فينا في إذاعة الرياض. تشرفنا بك أستاذ يحيى في هذا اليوم وفي مقر إذاعة الرياض. بودنا أن تتحدث لمتابعين رواق عن دور الإذاعة وتأثيرها على المجتمع وعلى الرأي العام. نعم، بلا شك. طبعا الإجابة إجابة طويلة جدا، والوقت قد لا يسعف. نحن ندرك تماما، وأنتم كذلك، وكل من يستمع إلينا من له علاقة وطيدة بالإذاعة يعرف هذا الدور الكبير للإذاعة، بالذات فيما يتعلق بنشر الوعي بين أفراد المجتمع، وأيضا مواكبة التنمية. بلا شك حينما بدأت الإذاعة كانت في الوقت ذاته كانت هناك نهضة تنموية، ولا أعني فقط هنا في المملكة وإنما في مختلف دول العالم. ولهذا نستطيع أن نقول أنها حملت الإذاعة بشكل كبير جدا هذه الرسالة، وأعني بذلك الرسالة التنموية في المجتمعات. وفي الوقت أيضا ذاته هي أيضا حملت على عاتقها رسالة أخرى، وهي أيضا بث الوعي بين أفراد المجتمع، مواكبة أيضا للتعليم. فكما أن التعليم أيضا أخذ دوره ونصيبه ومسؤوليته، في الوقت ذاته أيضا الإذاعة حاولت أن تقوم بهذا الدور وأن تكون مساعدة للتعليم أيضا في نشر المعرفة والوعي بين أفراد المجتمع. الإذاعة طبعا بحكم سهولة وصولها إلى الجمهور الكريم، سواء كانوا في أعالي الجبال أو في بطون الأودية أو في الصحراء أو غيرها، أسهم بشكل كبير جدا في أن تصل إلى هذا الجمهور، وأن تعبر أيضا عن تطلعاته وعن آماله، وأن توصل أيضا الرسالة التي تحاول الحكومات أن توصلها أيضا لأفراد مجتمعها وإلى شعوبها. من هذا المنطلق الحقيقة انطلقت الإذاعات، وهي تحمل رسالة مهمة جدا وحققت طموحات كبيرة. أستطيع أن أقول يعني، ونحن من تجربة لدينا، أن هناك من الجمهور، جمهور الإذاعة، وأتحدث هنا عن إذاعة الرياض، من لم يتعلموا، لم يقرأوا، لم يكتبوا، ولكنهم من خلال متابعتهم فقط لبرامج الإذاعة وللرسائل التي توصلها الإذاعة استطاعوا أن يكونوا ثقافة عالية جدا، لدرجة أنك تستطيع حينما تستمع إلى أحدهم أو إلى إحداهن، بالنسبة أيضا للعنصر النسائي، تتوقع أنه خريج جامعي، أنه حصل على شهادات عليا. وأيضا نستطيع أن نقول حتى وسائل إعلام أخرى كالصحافة وغيرها أيضا أجرت لقاءات وأشادوا بهذا الدور للإذاعة. ومن هنا نقول أنه بالفعل الإذاعة لم ولن تتخلى عن دورها، حتى وإن قالوا أن هناك الآن وسائل الإعلام الحديثة أو حتى التلفزيون أو غير ذلك، أنه ربما هذا أدى إلى خفوت دور الإذاعة، إلا أننا نقول إن الإذاعة ما زالت قوية، وما زالت أيضا تحمل هذه الرسالة، وستصل إلى الجمهور حيثما وأينما كان. ولهذا نحن حينما نقوم ونعد برامجنا نضع في اعتبارنا أنها ستحقق إن شاء الله المرجو والهدف من الإذاعة ومن الإرسال الإذاعي، الذي بحمد الله سبحانه وتعالى يصل إلى أطراف المملكة وإلى كل جمهورها، سواء كانوا هنا أو هناك، سواء كانوا في المدن أو القرى أو المراكز، أو حتى أيضا في الصحاري، أو كما قلت سلفا في الجبال وبطون الأودية. هذا الدور سيظل كذلك، رغم كما قلنا وجود وسائل التواصل الحديث، ورغم أيضا وجود وتعدد القنوات العديدة، ولكن لهذه المزية التي تتميز بها الإذاعة نستطيع أن نقول إنها ستحقق ما لم تحققه وسائل الإعلام الأخرى. تمام.
طيب أستاذ يحيى، نرى في الساحل كثير من المذيعين والمذيعات في مختلف التخصصات ومختلف المستويات، برأيك ما المأمول من المذيعين في العالم العربي؟ الواقع يعني في البداية ينبغي أن نفرق في حديثنا عن المذيعين. هناك مذيع وهناك مقدم وهناك مراسل. يعني هذه الأنواع الثلاثة من مذيع ومقدم ومراسل ينبغي أن نضع حد وهمي نستطيع أن نقول بين هذه الفئات الثلاثة. ما نشاهده الآن أنه اختلط الحبل بالنابل، فأصبح نسمي كل من يظهر على التلفزيون أو يتكلم أمام مايكروفون نقول عنه مذيع، وهذا طبعا ليس صحيحا. المذيع محترف، بينما ما نشاهده وما نسمعه الآن هو طبعا ليس عمل احترافي، ليس عمل إذاعي احترافي، وليس مذيعا محترفا من يقدم مادة سواء من الميدان أو من خلال برنامج يقدمه ربما لأول وهلة وينتهي دوره بانتهاء هذا البرنامج. المذيع ينبغي أن يكون مذيعا موهوبا ثم مصنوعا بعد ذلك. إذا استطاع أن يصل المذيع إلى هذه المرحلة نستطيع أن نقول عنه مذيع. أما ما نشاهده الآن يختلط الحبل بالنابل، هناك الكثير ممن نشاهدهم الآن هم ليسوا مذيعين في الأساس، وإنما هم ربما يعدون مقدمين لبرامج في تخصصاتهم، والبعض الآخر ربما قد يكون مراسل، لكن لا أستطيع أن أقول عنه مذيع لأنه لا يمكن أن يقرأ لي نشرة أنباء أخبار مهمة، لا يستطيع أن يقدم لي تقارير داخلية، لا يستطيع أن يقدم لي أيضا نصا مقروءا بشكل صحيح، وإنما قد يقرأ مادة ربما اللهجة البيضاء كما يقال عنها أو اللغة البيضاء وهكذا. فينبغي أن هذا مبدئيا ينبغي أن نتفق على هذا الشيء. أما ما يتعلق بالمذيعين فأنا أتوقع أنه يعني المذيع في عصرنا الحاضر يعني أصبح عملة نادرة، وأنا أتحدث هنا وأنا واثق تماما من ذلك. المذيع الحقيقي عملة نادرة طبعا لأسباب كثيرة، ربما من ضمنها هو مخرجات التعليم. يعني للأسف أنه أحيانا مخرجات التعليم لا تعد أو لا تخرج شخصا ممكن أن يكون مذيعا في يوم من الأيام من ناحية اللغة أو ما شابه ذلك. لهذا يعني نحن في حاجة ماسة إلى إعادة صياغة شروط واختيارات المذيعين لكي يقوموا بدورهم. هذا فيما يتعلق بالمذيع. المذيع ينبغي حينما يتقدم أيضا للإذاعة، المذيع أو العمل المذيع ليس وظيفة بمعنى فقط هي وظيفة يأتي إليها من يريد، وإنما هي يعني موهبة أولا وحب وشغف بالعمل الإذاعي سواء كان عبر الميكروفون أو عبر كاميرا التلفزيون. هذا الأمر هو ما ينقص الكثير الحقيقة من المذيعين حاليا. أيضا الكثرة، كثرة القنوات التواصل وقنوات التلفزيونية وكثرة الإذاعات أيضا الخاصة التي لا تركز كثيرا على المضامين، وإنما فقط تقدم ربما برامج يعني ترفيهية أكثر منها برامج ذات قيمة أو ذات مضمون، هي أدت وأسهمت بشكل أو بآخر أيضا إلى تدني وإلى ضعف أيضا أداء المذيعين، وهذا ليس فقط لدينا وإنما في العالم العربي أجمع. صحيح أستاذ يحيى، في حديثك عن وسائل الإعلام الحديثة لاحظنا انتشار البودكاست، فأصبح بإمكان أي شخص أن يملك الميكروفون بنفسه يتحدث بما يريد، بعضهم لديه جماهير ولديه متابعين. ما تعليقك حول هذه النقطة لتطور العالم الرقمي في مجال الإذاعي؟ جميل. طبعا أنا يمكن في البداية حينما تحدثت عن دور الإذاعة أنا أتحدث أنه دور الإذاعة سيظل مهم جدا، وهذا الدور ينبغي أيضا أنه لا يظل كما هو قبل 20 عام أو قبل 50 عام أو ما شابه ذلك، وإنما ينبغي أيضا أن يتطور كثيرا. ما نلاحظه الآن الحقيقة في وسائل التواصل الاجتماعي أنه أي شخص يستطيع أن يصبح مذيعا وأن يقدم مادة وإلى آخره، هذا أمر طيب ويعني مطلوب، لكن الإشكالية في الأمر أنه أيضا ليست هناك حواجز أو ليست هناك رقابة أو ليس هناك
ما يعني اختيار وتدقيق أيضا في المضامين التي يمكن أن تقدم في هذه الوسائل. هنا ينبغي أن نربط أيضا بين إمكانية الاستفادة من هذه الوسائل ومن خلال طبعا الإذاعة، سواء كانت إذاعة رسمية أو غير رسمية، أنه تستفيد منها. ربما قد نصل إلى مثلا شخصية معينة تقدم مادة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، نستطيع أن نستفيد منها في قنواتنا الإذاعية. قد يكون هناك مضامين جيدة يمكن أيضا أن نستفيد منها، لكن أنا من وجهة نظري أنه لابد أن يكون هناك تكامل. حتى أيضا الإذاعات ينبغي ألا تظل في يعني كما يقال في قصرها العاجي وفي ما في علو، وتنظر إلى أسفل وتظل في مكانها. الإعلام بشكل عام والإعلامي ينبغي أن ينزل إلى المجتمع وإلى الجمهور ثم يرتقي به، لا أن ينزل إليه ثم يبقى معه في القاعة. هذا أمر مهم جدا، فأتوقع أنه بالفعل نحن في حاجة إلى كل وسائل التواصل الاجتماعي للاستفادة منها، يعني سواء من خلال الاستفادة من التقنيات أو أيضا من المضامين التي تقدم أو من الشخصيات إذا كان يمكن الاستفادة أيضا منها في قنواتنا الإذاعية والتلفزيونية. طيب في ختام لقائنا معك أستاذ يحيى، بودي لو توجه نصيحة لكل من يريد أن يدخل المجال الإذاعي. طبعا يمكن أشرت سلفا إلى أننا يعني من يريد أن يلتحق بالإذاعة أو أن يعمل في الإذاعة، سواء كان مذيعا أو مخرجا أو معدا أو فنيا أو ما شابه ذلك، ويمكن نركز هنا على المذيع بحكم احترافية العمل الإذاعي. ففي البداية ينبغي أن نقول شيء، أنه ينبغي من يريد أن يتقدم للإذاعة ليعمل في الإذاعة ينبغي أن يكون لديه الحب والشغف بالميكروفون، الشغف بالإذاعة، الشغف أيضا بالرسالة. لابد أن تكون لديه رسالة. أحيانا قد يأتي شخص يبحث عن وظيفة، ومن حقه أن يبحث عن وظيفة، ولكن ليس الإذاعة مكانا له إذا لم تكن لديه المواصفات والمقاييس. ونحن لدينا شروط مثلا في الإذاعة، هنا ينبغي أن هذه الشروط تكون متوافرة لدى كل من يتقدم أو تتقدم للعمل في الإذاعة. من ضمنها في البداية اللغة، لابد أن تكون لغته جيدة، أيضا لابد أن تكون مخارج حروفه جيدة، كذلك الصوت أيضا ينبغي أن يكون صوته مناسبا. هذه الأمور، هذه الشروط ينبغي أن تتوافر. البعض من يتقدمون أحيانا ربما قد تأخذ الشهرة، يريد أن يصبح مذيعا ولكن ليست لديه القدرة وليست لديه الإمكانات، أو ليس لديه ربما الحافز الذي يجعله ممكن أن يصبح مذيعا في المستقبل. ولهذا دعوة مني، من يريد أن يتقدم الإذاعة ترحب بالجميع، ولكن لابد أن يكون لمن يريد أن يتقدم الإذاعة أن تكون لديه القدرة أن يكون مذيعا بالفعل، ويكون مذيعا موهوبا لا مصنوعا، وهذا ما يتطلبه العمل الإذاعي. جميل. في ختام لقائنا أستاذ يحيى، نشكرك على وقتك الثمين الذي منحته للرواق، نشكر مدير عام إذاعة الرياض الأستاذ يحيى بن ناصر الصلهبي، ونشكركم أيضا متابعي ومتابعات رواق، ونلقاكم على خير بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا.